الطريقة الثانية لحساب القوة والعزم المنتقل باستخدام القوابض أو الكليتش هي تسمى يونيفورم وير ثيوري أو نظرية التآكل المنتظم. والتآكل هو باستخدام المتكرر للقوابض أو الكليتش، فإن السطح التلامس نتيجة عدد كثرة مرات التلامس والاحتكاك فإن السطح يبدو يتغير ويتآكل بمرور الوقت. فهذه النظرية بالواقع تستخدم مع القوابض القديمة أو القوابض متقدمة العمر، و مع كلمة old clutch هذه تستخدم، أو مع القوابض كثيرة التآكل. والوير أو التآكل هو كمية ثابتة، بمعنى آخر الوير أو التآكل راح يتناسب مع الضغط المسلط على سطح التلامس والسرعة الخطية لأي نقطة على سطح التلامس. والسرعة الخطية هي عبارة عن السرعة الدورانية في نصف القطر، والسرعة الدورانية مثل ما قلنا سابقا أنه ثابتة لكل النقاط السطح الدوراني، والمتغير هو فقط نصف القطر. ولذلك فالوير يصبح هو عبارة عن البي في الار البرجر في الفيلوسيتي، والفيزلوسيتي هي الأوميغا آر والأوميغا كونستان، فيصبح عندي الوير هو بي في الآر، البي في الآر هو كونستان. ولو رجعنا للمعادلة رقم واحد اللي استخدمناها سابقا في اليونيفورم بريشر ثيوري، فنحصل على هذا الجزء يكون ثابت، فبالتالي نكامل من الانر راديوس للأوتر راديوس لحساب مقدار القوة على سطح التلامس. فهذا نطلعها، يعني هاي القيمة بي آر راح نطلعها قيمة ثابتة، فيبقى لي فقط الدي آر، تكامل دي آر هو آر، فنعوض من آر إن إلى الآر آوت، فصير عندي آر آوت ناقصا آر إن. وكذلك يمكن حساب العزم المنتقل على سطح التلامس من المعادلة رقم 2 اللي استخدمناها أيضا سابقا. نستخرج بي آر من هذا الجزء ثابت، فيبقى لنا آر دي آر، يبقى لنا دي آر دي آر، فآر دي آر نكاملها فصير آر تربيع، ونعوض حدود التكامل من آر إن إلى الآر آوت، فتصبح عندي المعادلة النهائية بهذا الشكل اللي هي معادلة العزم المنتقل. والعزم المنتقل هو ممكن تعويضه بدلالة الأوميغا، العفو بدلالة الدبليو اللي هو مقدار القوة المسلطة على سطح أو قوة الدفع. مثاليا المثال الأول هو على الكونستانت وير، والمثال الثاني هو على الكونستانت بريشر. المثال الأول كونستانت وير، قلنا الوير هو البي في الآر، فالمثال سنجل بي بليت كلتش with both side effective has outer and inner radii, the maximum intensity of pressure at any point of contact is not exist, بمعنى آخر الضغط المسلط على سطح التلامس لا يتجاوز 0.1 ميجا باسكال، فالمطلوب حساب مقدار القدرة اللي ممكن تنتقل هذه السرعة الدورانية اللي مقدارها 2500 RPM. فالintensity of pressure هي ثابتة، يعني فالبي ماكزيمم في الار ان او البي مينيمم في الار اوت، يعني ممكن هذه المعادلة البي ماكزيمم في الار ان تساوي البي مينيمم في الار اوت هذه. فاحنا بما انه اللي عندنا الماكزيمم انتنسيتي اوف بريشر، فاذا هي بي ماكزيمم، فنضربها في الار ان
لأنه الوير ثابت على طول سطح التلامس. فإذا نصير إما بي ماكزيمم آر إن أو بي مينيمم آر أوت، بما أنه هو بالمسألة معطينا البي ماكزيمم فنستخدم بي ماكزيمم آر إن تساوي كونستانت ونستخرج من عدها السي. فنرجع للمعادلة الدبليو تساوي 2 باي سي آر أوت ناقص عن آر إن، نحسب من عدها مقدار الفورس. فنستخدم المعادلة الثانية اللي هي T ونستخدم نحسب من عدها مقدار العزم المنتقل اللي هي المعادلة الثانية اللي هي هذه المعادلة، فنستخرج من عدها التورك، هذا مقدار التورك. الباور القدرة المنتقلة اللي هو يريدها T في الدبليو، وتصبح عندي T حسبناها الدبليو هو معطيناها بالمسألة 2500 RPM، نحولها يعني هذا عملية تحويل من RPM إلى راديان بير سكند، فنحصل على الباور. نقسم على 746 حتى ننقل الباور من الواط إلى الهورس باور، يعني هذه الباور بالواط ونقسمها على 746 فنحصل على الهورس باور. المثال الثاني أيضا بليت كلتش هاز 3 ديسك، هنا المسألة تختلف، هناك سنجل فيس، هنا المسألة الثانية بيه 3 ديسك، فعدد الوجوه هنا راح يختلف عندي ونقدر نحسبها بمعادلة سنشرحها إن شاء الله. 3 ديسك on driving shaft يعني على القائد أو على المحور الأساسي، و 2 ديسك on the driving shaft out and inner side of contact، نصف القطر الخارجي والداخلي هو 120 ب60 assume uniform pressure at mu، هذه طبعا الميو هنا معامل الاحتكاك، find the total spring load pressing the plate together to transmit، يعني يريد قوة الموجودة بالنابض اللي تضغط على البلية حتى القدرة المنتقلة تكون مقدارها 23 كيلو واط على سرعة دورانية مقدارها 1575. إذا كان هناك 6 spring each of stiffness، طبعا هذه 6 spring نستخرج من عدها الفورس contact surface warm by إلى آخره. Find the maximum power that transmits assume uniform، هنا المسألة هو محددها لي uniform wear، uniform wear. فإذا نستخرج أولا W اللي هي سرعة دورانية، نحولها من revolution per minute إلى radian، ونستخرج التورك الباور هم أعطيناها 23 قسم على W نحصل على التورك. من التورك نستخرج W، الدبليو لأن هذه المعادلة عندنا هي هذه المعادلة اللي استخدمناها في السابق، فلو استخدمنا المعادلة الكونتاكت سيرفيس نمبر اوف كونتاكت سيرفيس يعني عدد سطوح التلامس، شلون نحسبها عدد سطوح التلامس؟ الان واحد هي number of outer disk يعني number of driven drive disk، والان 2 هو number of inner disk، فالان 2 تساوي ان واحد زائد ان واحد، والان تساوي ان واحد زائد ان اثنين ناقص ان واحد. فالاوتر هو 3 والان 2 هو الان 2 تساوي 2، فصير عندي 3 زائد 2 ناقص 1 4 اوجه للتلامس. السمك التآكل يعني الجزء المتآكل مقداره ومطينا السمك كل سطح يتآكل بمقدار 1.25،
فالسمك الكلي للتآكل راح يصير عندي اثنين الوجهين في اربع سطوح عندي في مقدار تلامس في مقدار تآكل كل وجه فيصبح عندي مقدار التآكل الكلي هو 0.1. فنحسب اللوست باللود. اللوست باللود معناها الفري سبرينج ديفلكشن، الكاي الستيفنس اوف سبرينج بالثيكنس في النمبر اوف سبرينج. ستيفنس اوف سبرينج معلوم عندنا، ثيكنس حسبناه من المعادله هذه، ونمبر اوف سبرينج ايضا معلومه. فلوس اللود راح يصير 780 نيوتن. التوتال لود هو عندي سابقا حسبت التوتال لود هو هذه، فنحسب من هذه المعادله النيو لود توتال لود ترو ماينس اللوست اللود، فيبقى لنا 465 اللوست اللود. فور يونيفورم وير نستخدم هذه المعادله، طبعا هي نفس هذه المعادله هنا مستخدمين الار مين فالنيو نمبر اوف سيرفيس تو كونتاكت في النيو لود في الار مين في المعامل الاحتكاك، فمن عتها راح نستخرج الماكسيمم ترانسميت تورك اللي هو مقداره التورك اللي حصلناه 500 في الاوميجا السرعه الدورانيه، فهذا ماكسيمم تورك ترانسميت افتر يوز او افتر وير كروج. وشكرا جزيلا.